الثاني من عناوين السعادة إذا ابتلي صبر. ضد الصبر التسخط، تسخط كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى أن يكون نوعا من أنواع الشرك الأصغر. كيف يتسخط؟ يتسخط بلسانه وبقلبه وبجوارحه، يتسخط بلسانه، أف يلهوي، يصرخ، يسب، يشتم، يلعن، هذا إيش؟ تسخط باللسان. تسخط بالقلب ما يرضى. يقول ابن القيم رحمه الله أنه بعض الناس لا يتجاسر أن يقول هذا بلسانه، لكن نفسه التي بين جنبيه تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء. ولماذا أنا يحصل لي كذا وهذا ما يحصل له؟ ولماذا فلان لديه مال وأنا ليس لديه مال؟ لديه قصر وأنا ليس لديه شيء. تسخط بالجوارح، يشق الجيوب، ينتف الشعور، يلطم الخدود، يكسر أحيانا حتى يسرع بالسيارة ويصنع أشياء. صحيح، تسخط. لابد أن تكون عند المصيبة ماذا؟ صابر. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وأعلى من هذا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر واجب بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على وجوب الصبر. وأعلى من الصبر الرضا، راضي، النعمة والمصيبة عنده سواء لتمام رضاه بربه. وأعلى المراتب الشكر، يشكر عند المصيبة. سبحان الله. إذا مراتب أربعة: تسخط كبيرة، صبر واجب بإجماع الأمة، رضا مستحب، شكر أعلى المراتب. كيف يشكر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أدخلوه السجن ظلما، وأراد أن يكتب رسالة لأمه. تخيل أنك شيخ إسلام يشار إليك بالبنان، عالم رباني إمام، أدخلك السجن ظلما وأردت أن تكتب رسالة لأمك، ماذا تصنع؟ دمعتين، وظلمنا، والحكام كما تسمع اليوم الظلمة كذا. المهم أراد أن يكتب رسالة لأمي من السجن، كتب في هذه الرسالة بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه من الجهاد، وقد فتح الله علينا بفتوحات. ألف مؤلفات في السجن. ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا وهو في السجن، لو خرج إيش يقول؟ يقول هو رحمه الله، يقول: المسجون من سجن عن ربه. هذا المسجون. كتب رسالة لإخوانه في أول الرسالة من السجن، كتب: وأما بنعمة ربك فحدث. صبر، وأعلى شكر، وأعلى رضا، وأعلى من الرضا شكر، وقليل من عبادي الشكور.